خلال يوم دراسي حول ضوابط الخدمة العمومية ضمن التشريع الإعلامي في الجزائر، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي على ضرورة صياغة قوانين واضحة وشفافة للممارسة الإعلامية. إن النظرة الجديدة التي تضمنها برنامج السيد رئيس الجمهورية والرامية إلى إعادة بناء منظومات متكاملة تنخرط جميعا في بناء مجتمع عصري يكون للإعلام فيه دور كبير باعتباره وسيلة من أهم وسائل التنوير والرقي المجتمعي، تتطلب قوانين واضحة وشفافة لممارسة المهنة وإزالة كل الشوائب العالقة، مما يتيح لأصحابها أن يكونوا في مستوى تطلعات المجتمع. نواب المجلس الشعبي الوطني أجمعوا على ضرورة تكييف القوانين بما يسمح بالارتقاء بنوعية الخدمة العمومية المقدمة، خاصة في ظل الأوضاع المحيطة إقليميا ودوليا. لما نتكلم عن الخدمة العمومية، هي ما يحتاجه الجمهور من خدمات، حقه في المعلومة، حقه في الاطلاع، حقه في الدفاع عن هويته وعن قضاياه، حقه في تبني انشغالاته التي ربما يعيش في ذهنه. هذه هي الخدمة. الإعلام ينبغي أن يتوجه لخدمة الجمهور من هذا المنطلق، بعيدا عن الفتنة، بعيدا عن ربما التحريض، بعيدا عن الاستفافات الإيديولوجية. ما هو المطلوب من الإعلام العمومي أن يقدم للجزائريين في هذه المرحلة، وهي مرحلة ستكون أكثر خطورة وأكثر ضررا على المجتمع إذا لم تجد خطابا إعلاميا قوميا قادر على استنهاض الأمة وعلى تشكيل رأي عام قادر على المحافظة على الذات الوطنية، المحافظة على الهوية، وفي نفس الوقت الانطلاق في التدافع الحضاري. كل الأمال تعلق على قانون الإعلام الجديد الذي سيناقش على مستوى غرفتي البرلمان في الأيام المقبلة، بهدف تنظيم القطاع ووضع أسس كفيلة بحماية الصحفي والمجتمع على حد سواء.